السلام عليكم. حلقة اليوم باش نحكيو شوية على الندوة الصحفية اللي سبقت مباراتنا ضد المنتخب الفرنسي، المقابلة إن شاء الله اللي باش تدور غدوة مع الأربعة متاع العشية تزامنا مع مباراة المنتخب الدنماركي ضد المنتخب الأسترالي. الندوة الصحفية اللي كان متواجد فيها كل من منتصر الطالبي والناخب الوطني جلال القادري. مانيش باش نحكي على اللي حكاه جلال القادري، على خاطر صراحة كيف ما تسمعوا كيف ما تسمعوش، وحتى لو كان مسمعتوش عارفوا إيش باش يحكي، واللي باش يحكيه أكيد ماكش باش تصدقوا وباين اش باش يحكي. ما هو ما ينجمش يقول عندنا منتخب ضعيف وغدوه باش ننهزموا امام المنتخب الفرنسي، هذه ما ينجمش يقولها. كيف ما ينجمش يكون حماسي اكثر من لازم وثيقته في روحه وثيقته في الملعبيه كبيره ويضربك الطاوله قدامه ويقول لك غدوه باش ننتصروا على المنتخب الفرنسي وباش نتاهلوا للدور الثاني، كيف ما ينجمش يعملها على خاطره ماهوش مدرب نتاع المنتخب السعودي. مع كل احتراماتي ليك جلال القادري، تقرب المدرب متاع تينيس أكثر منه المدرب متاع كرة قدم. إيش بقى؟ تبقى باش يقول ما نفقدوش الأمل، مادام مازلت عدنا فرصة يلزمنا نستغلوها للدقيقة 90، يعني خطاب انهزامي بحت، يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المقابلة. والله يا جلال القادر نقول لك لو كان عرفت كيفاش تتعامل مع الملعبية متاعك اللي ما يسمعوش كلامك يكون خير. ولو أنه ما تجيش اليوم، تمنيت جلال القادري ما يكونش متواجد في الكونفرنس ديبريس، يكون متواجد كل من منتصر الطالبي الياس الصخيري، على الاقل هذوما زوز ملعبيه مازالت عندنا ثقه فيهم من قبل الجماهير. بقيه الملعبيه تقريبا جلهم ما عادش عندنا فيهم ثقه، نهار ثقتنا فيهم حتى ياتي ما يخالف ذلك، وما يخالف ذلك هو الانتصار على المنتخب الفرنسي. ننتقلوا لتصريح منتصر الطالبي، على الاقل الطالبي وقت اللي يقول حاجه نصدقوه بالمردود اللي قاعد يقدم فيه على ارضيه الملعب. منتصر الطالبي الى حدود الجولة الثانية من دوري المجموعات كأس العالم قطر 2022 متواجد في المرتبة الاولى كافضل مدافع من حيث الكرات اللي قصها، امام كل من فان دايك المنتخب الهولندي ومدافع المنتخب الانجليزي ماغواير. الطالبي يقول فرحانين بالانجاز اللي قام به المنتخب المغربي، هو انتصاره على المنتخب البلجيكي، وعاقدين العزم باش نقوموا بنفس الانجاز وهو الانتصار على المنتخب الفرنسي. الجمهور التونسي اثبت انه الجمهور الافضل في الدوره، ونتمناو انه نحتفلوا مع بعضنا بعد مباراه المنتخب الفرنسي. جاهزين لمباراه الغد امام ابطال العالم، وبحول الله باش نقدموا افضل ما عندنا من اجل الانتصار. منتصر الطالبي لو كان جاءوا منك 10 غدوة على ارضيه الملعب امام المنتخب الفرنسي نقول لك بحول الله الانتصار وعيني مغمضه. كلامك مزيان، كلامك محلاه، كلامك فيه برشا ثقه في النفس، اما نتصور ما يلزمك كان انت، ما نتصورش الكلام هذا يلزم يوسف المساكني ولا الفرجاني ساسي. وفيما يخص المنتخب المغربي راهو ما حدثش المفاجأة بعد ما انتصر على المنتخب البلجيكي، على عكس غدوة المنتخب التونسي لو ينتصر على المنتخب الفرنسي تعتبر مفاجأة، ومفاجأة من العيار الثقيل. علاش؟ راهو مش من باب الصدفة المنتخب المغربي فاز على المنتخب البلجيكي. شوف المجموعة اللي عندهم، شوف الملعبية اللي عندهم، وفي أما أندية تنشط في أوروبا، شوف المدرب اللي عندهم، شوف رئيس الجامعة اللي عندهم، وكيف مش من باب الصدفة المنتخب التونسي ينهزم أمام المنتخب الأسترالي. شوف المجموعة اللي عندنا، شوف المشاكل اللي عندنا، شوف الملعبية اللي عندنا، شوف في أما أندية تنشط في الدوريات الخارجية، شوف رئيس الجامعة اللي عندنا. تو تفهم علاش المنتخب المغربي فاز على المنتخب البلجيكي والمنتخب التونسي انهزم أمام المنتخب الأسترالي. اللي عملته الجماهير التونسية في قطر ما عملتوش جماهير عندها التقاليد في عالم كرة القدم، وخاصة في كأس العالم، على غرار الجماهير البرازيلية، الجماهير الأرجنتينية، الجماهير الفرنسية، الألمانية، الإنجليزية. الجماهير هذه ما شجعتش المنتخبات متاحة بالطريقة اللي شجعت بها الجماهير التونسية المنتخب التونسي، لكن للأسف الشديد وكالعادة خيبت ظننا فيكم، والحل الوحيد اللي باش ترجع به ثقتنا فيكم هو الانتصار على المنتخب الفرنسي. المشكل الكبير واللي إلى حد الآن ما لقيناهش حل، الجماهير التونسية تشجع في ملعبية متواجدين في منتخب ما يليقش بيهم. جماهير تونسية حلمها كبير، حلمها باش تتأهل للدور الثاني، تشجع في ملعبية كل شيء قدامهم صعيب، تفوز على منتخب فرنسي صعيب بل مستحيل، تفوز على منتخب دنماركي صعيب بل مستحيل. نقطة أمام منتخب الدنماركي وليتونا سيودة كجلال القادري هكا ولا يمشي بعد المقابلة هكا،
نخزله ولا والله ما عرفته، والله ما عرفته. هيك حقيقتك يا جلال القادر، شفت حقيقتك فين؟ حقيقتك بعد مباراة المنتخب الأسترالي، يعني مباراة الدنمارك غطيتك وغطيت العيوب متاعك، ومباراة المنتخب الأسترالي فضحتك وفضحت العيوب متاعك. والله المهمة صعيبة وشبه مستحيلة إنه ننتصر على المنتخب الفرنسي. علاش المنتخب السعودي ما كانش المهمة متاعه مستحيلة وفاز على المنتخب الأرجنتيني؟ علاش المنتخب الياباني ما كانتش المهمة متاعه مستحيلة وفاز على المنتخب الألماني؟ علاش المنتخب الغاني ما كانتش المهمة متاعه مستحيلة وفاز على المنتخب الكوري الجنوبي؟ علاش المنتخب الكوستاريكي ما كانش المهمة متاعه مستحيلة وفاز على المنتخب الياباني؟ انتقلوا لآخر أخبار المنتخب الفرنسي 24 ساعة قبل مواجهته للمنتخب التونسي. مبابي نجم المنتخب الفرنسي وعلى حسب ليكيب الفرنسية تعرض الإصابة. مبابي تعرض اليوم للإصابة في التدريبات، وعلى حسب ليكيب الفرنسية تقول إصابة طفيفة متشكلش أخطر على اللاعب، لكن ممكن بنسبة كبيرة تحرمه غدوة من مواجهة المنتخب التونسي. الصحف والبرامج الفرنسية حكيت على تشكيلة الديوك، التشكيلة الأقرب، التشكيلة المحتملة اللي ممكن تواجه غدوة المنتخب التونسي. التشكيلة هذه كما قاعدين نشوفوا مع بعضنا هبطت قبل إصابة مبابي، يعني كما قاعدين نشوفوا مبابي، كريزمان، فاران، كونتي، هذوما ملاعبية أساسيين ممكن غدوة نلقاهم ضد المنتخب التونسي. تشكيلة فرنسية نوعا ما، المدرب ديشان حب يريح الملاعبية متاعه، وهذا بطبيعة ما نجم كان يكون في صالح المنتخب التونسي. بطبيعة لو كان الأولاد يهبطوا رجال ويكونوا رجال على أرضية الملعب، تزيد يتنحى عليهم من مبابي تولي حكاية أخرى. باش نكونوا واضحين، راهو المنتخب الفرنسي يهبط بالتشكيلة الأساسية، يهبط بالتشكيلة الاحتياطية. لو كان ما نكونوش كيف ما نقولوها رجال ونلعبوا بجرينتا، راهو ما نجموا نعملوا حتى شيء. لجرينتا والرجلة هما اللي ممكن يحدثوا المفاجأة أمام المنتخب الفرنسي. وحتى لو المنتخب الفرنسي هبط بالتشكيلة الاحتياطية، ما نصورش التشكيلة الاحتياطية أسهل من تشكيلة المنتخب الأسترالي اللي انهزمنا أمامه. الفارق بين مباراة أستراليا ومباراة المنتخب الفرنسي على حسب التشكيلة اللي قاعدين نشوفوا فيها، مباراة أستراليا كنا مطالبين باش نصنعوا اللعب، وإنك تصنع اللعب راهي حاجة صعيبة برشا، وخاصة وقت اللي يكونوا عندك ملعبية بيعرفوش كيف يصنعوا اللعب. الملعبية متاع المنتخب التونسي المهمة متاعهم ديما، المهمة الأزلية هما كيف يلعبوا الدفاع، يلعبوا على الهجمات المعاكسة. يعني أول ما كانوا مطالبين باش يصنعوا اللعب لقاو مشاكل كبيرة، على عكس مباراة فرنسا اللي مطالبين باش ما نقبلوش هدف ونقعدوا محافظين عليه لآخر دقائق المقابلة مع مفاجأة المنتخب الفرنسي بالهجمات المرتدة. حلقتنا اليوم فات حظ موفق للمنتخب التونسي أمام المنتخب الفرنسي غدوة إن شاء الله الأربعاء متاع العشية. حظ موفق للاعبين الدوليين، حظ موفق للجماهير التونسية المتواجدة في تونس ومتواجدة في قطر. وفي الختام كالعادة البياري ما تبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، سلام.